بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل نتمم ما ابتدأناه في الدرسين الماضيين عند قراءة قول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وكنا قد وقفنا عند خاتمة هذه الآية، وهي قول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذه الجملة التي ختم الله عز وجل بها هذه الآية جاءت في سياق الجملة التي قبلها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: فإن تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وعلماء التفسير لهم مسلكان في هذه الجملة، فمنهم من يقول إن هذه الجملة جملة معترضة بين جملتين، فالجملة التي قبلها هي قول الله عز وجل: فإن تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، والجملة التي بعدها هي قوله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم. فتكون الجملتان السابقة واللاحقة متصلتين، وهذه الجملة بينهما جملة معترضة. وهذا المعنى أو هذا الاتجاه لهم يدل يؤخذ منه أن هذه الجملة المعترضة إنما دلالتها دلالة عموم فقط. ومن أهل العلم من يقول إن هذه الجملة، وهي قول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كما أن لها دلالة عموم، فإنها كذلك لها دلالة سياق متعلقة بالجملة التي قبلها. وحينئذ فنقول إن هذه الجملة لها دلالتان: دلالة باعتبار سياقها، ودلالة باعتبار انفرادها، وهو دلالة العموم. وهذا غير ممنوع في كتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله عز وجل كما مر معنا حمال أوجه، فيحمل بالسياق على معنى وعلى العموم بمعنى. وقد قرر الأصوليون قاعدة مرت معنا أكثر من مرة، وهو قولهم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والسبب قد يكون سياقاً وقد يكون سبب نزول، ولكنهم يقولون إن السبب دخوله في ألفاظ العموم دخول قطعي لا يخرج منه إلا بدليل ناسخ، بخلاف دلالة العموم فإنها ظاهرة فيمكن تخصيصها بأي دليل من أدلة التخصيص المعروفة، وهي دون الأدلة التي تكون ناسخة. ولذا فإننا بمشيئة الله عز وجل في هذه الجملة سنمر على دلالتها باعتبار سياقها، ثم نذكر بعد ذلك دلالتها باعتبار عمومها. أول لفظة في هذه الجملة هي قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب. في إظهار اسم الله عز وجل العظيم هنا وعدم إضماره، فلم يقل إنه، وإنما أظهر اسمه سبحانه وتعالى: إن الله يحب. ذكر علماء البيان والبلاغة أن في هذا إعلام وتنبيه إلى أن الحكم في هذه الجملة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين عام، سواء لما سيق له متعلقا بالجملة التي قبله، أو عام مطلقا بحيث أنه يمكن الاحتجاج به على سبيل الانفراد. لذا أظهر المبتدأ أو اسم إن للدلالة على أنه يعم كل استدلال به متعلقا بسياق أو منفردا بعموم فيستدل، أو منفردا بلفظه فيستدل بعمومه حينئذ. وهذا من لطيف الاستدلال في الفائدة بإظهار الاسم العظيم لله عز وجل في صدر هذه الجملة، فإن فيها دلالة واضحة لمن عني بالبيان والبلاغة. وقول الله عز وجل يحب، محبة الله عز وجل تقتضي إرادته الشرعية له،
فإن الله عز وجل يحب الواجبات ويحب المندوبات، والله عز وجل لا يحب بل يكره المحرمات والمكروهات. ولذلك فإن الإرادة عند أهل العلم نوعان: إرادة شرعية يحبها الله عز وجل، يأمر الله عز وجل بها عباده وينهاهم عن ضدها، ومن امتثلها فقد امتثل ما أحب الله عز ما أحبه الله عز وجل، ومن خالف فيها فإنه خالف ما أحبه الله سبحانه. فالإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. والنوع الثاني هو الإرادة الكونية، والإرادة الكونية هي التي واقعة لا محالة، فإنها تقع حتما. ولذا سيأتينا أن في التوبة تتحقق الإرادتان، الإرادة الكونية والشرعية، وسيأتي الإشارة إليها في محلها بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يحب أفعالا ويحب المتصفين بهذه الأفعال، وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية أنه يحب المتصفين بالأفعال التي ذكرها، فقال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فحينئذ فإن الله سبحانه وتعالى يحب الأفعال ويحب المتصفين بهم، فيحب الأعيان فيحب الأعيان من الناس وأفعالهم معا. وفي هذا إشارة أوردها الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، وهو أن الله عز وجل إذا كان يحب التوابين ويحب المتطهرين فعلينا أن نحبهم وألا نأله مراداتنا لمخالفة محابه سبحانه وتعالى. وهذا موافق للدعاء الذي كان يدعو به داود ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فقد كان من دعائهما فيما ورد: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. فالإنسان يسأل الله حبه ومحبة الذين يحبونه، ولا يحب الله عز وجل إلا من أحبه الله وهم الممتثلون أوامره ومحابه، ويسأل الله عز وجل ثالثا محبة الأفعال التي تحبب إليه سبحانه وتعالى ويحبها الله سبحانه وتعالى، وهي الطاعات، واجبات كانت أو مندوبة. ولذا فإن من علامة صدق محبة من علامة صدق التزام المرء لمحاب الله عز وجل أن ينظر في قلبه هل يحب من أحبهم الله عز وجل لأجل الصفات التي أحبهم الله عز وجل لأجلها أم لا، هل يحب التائبين أم أن طبعه يميل لضدهم ونقيضهم وهم الملازمون للمعاصي، هل يحب المتطهرين الملازمين للطهارة الحسية والمعنوية، أم أن قلبه يميل مع ضدهم وهم الملازمون لغيرها بأن تركوا الطهارتين، الطهارة المعنوية والحسية. وهذا الملحظ اللطيف من الشيخ تقي الدين مناسب جدا لاختبار المرء قلبه ومدى محبته لله عز وجل وما يحبه الله سبحانه وتعالى، فيقيس بالأمرين بما يحبه الله من أفعال وبمن يحبهم الله عز وجل من المتصفين بتلك الأفعال. ومما يتعلق بهذه الجملة وهو قول الله عز وجل إن الله يحب، أن هذه المحبة لهذه الصفات الملتزمين بها والأشخاص الملتزمين بها وهم التوابون والمتطهرون، أن هذه المحبة لا توجب أن يكون جميع أنواعها يحبها الله عز وجل، بل قد يكون بعض أنواعها لا يحبها الله عز وجل لوجود معارض راجح. وهذه عبارة الشيخ تقي الدين، ومثل لذلك مثالا فقال: إن من أراد أن يتطهر بماء، وهذا الماء يوجد من يحتاج إليه اضطرارا لينجي نفسه من هلكة، فإن الله عز وجل يحب إنقاذ نفس المؤمن وتقديمها على التطهر. فإذا وجد المعارض الراجح فإنه حينئذ لا يكون ذلك داخلا في مطلق وعموم هذه الآية. وهذا ينبني عليه أصل من أصول الشريعة الكبيرة في أصول الفقه،
وهي مسألة التعارض بين الأحكام، وهذا التعارض قد يكون في ذهن المجتهد، وقد يكون التعارض باعتبار المحل الواحد. فإذا تعارض واجبان أيهما يقدم؟ وإذا تعارض واجب ومحرم فأيهما يفعل ويترك الآخر؟ وإذا تعارض واجب ومندوب، بل إن الواجبات والمندوبات ليست في درجة واحدة، فحينئذ قد يكون محبوب الله عز وجل بعضه أحب من بعض. وهذا الذي بنى عليه علماء الأصول الباب العظيم، باب التعارض والترجيح، وجزء كبير جدا مما يتعلق بالتعارض والترجيح مبني على المدلول لا ذات الدليل، والمدلول متعلق بالحضر والإيجاب والندب ونحو ذلك من الأمور. وقد صاغ هذه الجملة أو هذا المعنى الطوفي بأسلوب آخر، فذكر أن قول الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يحتمل احتمالين، إما أن يكون العموم في هذه الآية عموم مضطرد، فكل من كان توابا وكل من كان متطهرا أحبه الله عز وجل، ثم ذكر احتمالا آخر ومال إليه يتوافق مع قول الشيخ تقي الدين، وهو أن هذه الآية تكون من باب العموم المخصوص. ومعنى تخصيصه أن هناك صور من التوبة لا يحبها الله عز وجل، كمن يتوب من باب الاستهزاء ومن باب اللعب، كما أن هناك نوعا من الطهارة لا يحبها الله عز وجل، كالطهارة من باب إسراف بالماء، أو الطهارة من باب الوسواس والشك. فهذه وإن كان ظاهرها الطهارة وتلك طاهرها التوبة، إلا أن الله عز وجل لا يحبها، وسبب تخصيص هذه الصور من الطهارة والتوبة بعدم محبة الله عز وجل لها هو تخصيصها بدليل آخر. وهنا نتكلم عن قضية أن ما يفعله بعض الناس ممن ابتلاه الله عز وجل بالوسواس وهو مرض، كما قال بعض السلف كإبراهيم التيمي، أن هذا ليس من الدين في شيء، فليس من الدين وليس من التطهارة التي يحبها الله عز وجل ما يقوم به من ابتلاه الله عز وجل بالوسواس، فلست بمتطهر يحبه الله عز وجل وإن كان متطهرا باعتبار دلالة اللسان واللغة وظاهر الفعل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عند ابن ماجه من طريق عبد الله بن لحيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أي من الأعضاء فوق ما شرع وهو ثلاث، وقد ذكر أن من زاد عن ذلك فقد أساء. فهذا وإن كان ظاهره الطهارة إلا أن الله لا يحبه، بل إن فاعله مذموم قد يكون مأزورا غير مأجور، نسأل الله عز وجل السلامة، والله عز وجل أعلم بما في القلوب. وقول الله سبحانه وتعالى التوابين، إن الله يحب التوابين. التوبة ذكر بعض أهل العلم أن المراد بها هي الرجوع عما يكرهه الله عز وجل ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله عز وجل ظاهرا وباطنا، فدل ذلك على أن التوبة في الحقيقة هي الرجوع لما يحبه الله، فحينئذ ناسبت أن يكون التائب والتواب محبوبا لله عز وجل، لأنك ترجع لأفعال التي يحبها الله، وتنفك وتترك وترجع عن الأفعال التي يكرهها الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى كما قال ابن القيم هو الذي انتصر له يدخل فيه جميع المراتب، وهي مرتبة الإسلام فإنها توبة، ومرتبة الإيمان فإنها توبة، ومرتبة الإحسان كذلك هي توبة. قال بل الإسلام كله والمؤمن حياته كلها من أولها إلى منتهاها بمعنى هذه التوبة، وهي الرجوع عما يكرهه الله عز وجل ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله عز وجل ظاهرا وباطنا. وقال بعض أهل العلم هو الشيخ محمد بن مفلح في الأداب إن المراد بالتوبة، وهو بمعنى السابق لكنه أضيق من باب تحديد المعنى الخاص للتوبة، أن المراد بالتوبة هي الندم على معاصي الله عز وجل والعزم على تركها لأجل الله عز وجل لا لنفع دنيا. فبين حينئذ أن التوبة لا تكون توبة إلا بثلاثة أركان. أول هذه الأركان
هو الندم على ما مضى من معاصي الله عز وجل، وهذا الركن يدلنا على أنه لا بد من الندم على ما مضى وعدم الفرح به وعدم الإقرار له، فإن مجرد الندم مع القيدين الآتيين هي التوبة بعينها، هي التوبة بعينها. وهل يلزم مع التوبة وهل يلزم مع الندم عند التوبة أن يتلفظ بلسانه فيقول أستغفر الله أو نحو ذلك؟ فيه وجهان عند فقهائنا، فقد ذكر صاحب المستوعب أنه لا بد عند الندم ليصدق أنها توبة من التلفظ فيستغفر أو يقول أستغفر الله وأتوب إليه ونحو ذلك. والوجه الثاني وهو الذي جزم به في الشرح وعليه عام كثير من الفقهاء، أن التوبة لا يشترط فيها التلفظ، بل بمجرد ندم القلب وحزنه على ما مضى من المعاصي التي حرمها الله عز وجل فإنه في هذه الحالة يتحقق فيه هذا القيد وهو الندم على المعصية. أيضا مما يتعلق بهذا القيد وهو الندم على المعصية أن التوبة لا تكون إلا من معصية، فلا توبة من غير معصية، وقد جزموا بذلك كابن حمدان وابن مفلح وغيرهم، فلا يتوب المرء إلا من معصية، ولكن هذه المعصية قد يتحقق المرء وجودها وقد يظن وجودها، فأما تحققه من وجودها فأن يعلم المرء أنه قد أذنب بترك أو أذنب بفعل واجتراح لأمر نهى الله عز وجل عنه، وأما ظنه فقد يكون ظنه لنسيان واجب أو لجهل بحكم، فإن الجهل ذنب في ذاته، فكيف بما يتبعه من في تبعات الجهل كذلك. ولذلك لما تكلموا عن التوبة من المظنون هل هي واجبة أم لا، فيه وجهان، وأما بدون تحقق الذنب أو ظنه فلا توبة حينئذ، وإنما يكون الاستغفار، فالاستغفار أعم من التوبة، فالإنسان يستغفر وإنما تكون التوبة للذنب الذي فعله. وهل يدخل فيه المكروه؟ فيه وجهان، والأقرب أنه يستغفر كذلك من المكروه وإن كان لا ذنب فيه. إذن هذا هو القيد الأول في كلام ابن مفلح، وهي قضية أن التوبة لا تكون كذلك إلا بالندم على المعصية. والقيد الثاني الذي ذكره وهو أن يعزم على تركها، والعزم على الترك يقتضي الإقلاع، فلذا لم يذكره، فإن الإقلاع لازم من العزم على الترك، فإن العزم على الترك يكون من لحظتها وما بعدها، فيكتفى بالعزم عن الإقلاع عن الذنب. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة أن المرأة إذا أصر على ذنب فهل من شرط صحة توبته إقلاعه عنها أم لا؟ هذه أيضا فيها قولان لأهل العلم، والأشهر كما نص عليه الإمام أحمد وصاحب المستوعب وابن أبي عمر في الشرح وغيرهم، أنه لا تصح الذنب لا تصح التوبة من ذنب أصر على مثله ذلك الشخص، فحينئذ فإن هذا لا يكون توبة لكن قد يمحى أو يمحي الله عز وجل أثره بالاستغفار. وقد ذكرت لكم أن الاستغفار أعم من التوبة، نبه عليه أهل العلم، فقد يمحو الله عز وجل أثر الذنب بغير توبة كاستغفار أو بالإتيان بشيء من مكفرات الذنوب، فنجب أن ننتبه لهذا الأمر. إذن المقصود أن التوبة لا بد أن تكون مع الإقلاع عن الذنب، فلا توبة إلا مع إقلاع، جزم به أو نص عليه أحمد، وجزم به كثير من أصحابه كصاحب المستوعب والشرح، وكثير منهم على هذا الرأي. والقيد الثالث أن يكون الإقلاع مع العزم أن يكون الندم مع العزم على ترك الذنب لله عز وجل، لا لحظ دنيا ولا لإكراه أو إلجاء أو رغبة أو رهبة في الدنيا، وإنما يكون ذلك لقصد ما عند الله عز وجل، وهو ما يتعلق بالإخلاص في القلب، فيكون المرء قاصدا بالترك والندم
ما عند الله سبحانه وتعالى لا لأجل حظ من حظوظ الدنيا. هذا ما يتعلق بمعنى التوبة على سبيل الإجمال. وقد سماها الله عز وجل وسماهم الله عز وجل بالتوابين، إن الله يحب التوابين، من باب أو هذه الصيغة التي تدل على التكرار أكثر من مرة، فهم يتوبون مرة بعد مرة. وفي هذا يدل على أن المراد بالتوابين هم الراجعون عما فرطوا فيه من أوامر الله عز وجل وعما اقترفوه من معاصي التي حرمها الله سبحانه وتعالى. هذه الجملة إن الله يحب التوابين لها تفسيران، أحدهما باعتبار سياقها والآخر باعتبار عمومها. فأما باعتبار سياقها فإن الله عز وجل يحب التوبة من المعاصي التي وردت في الجملة السابقة، وهي قوله سبحانه وتعالى: فإذا تطهرنا فإن تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. وذلك أن هذه الآية كما مر معنا دلت على حرمة الوطء في الحيض وحرمة الوطء للمرأة بعد الحيض وقبل أن تغتسل اغتسالا ترفع به أثره، أي أثر الحيض والجنابة. ثم ثالثا دلت أيضا على حرمة الوطء في الموضع المحرم، وهو موضع خروج الأذى والنجاسات. فإن هذه الآية دلت على حرمة هذه الأمور الثلاث. وهذا الدليل سماها الله عز وجل التواب، إن الله يحب التوابين، يدل على أن هذه الأمور الثلاث فعلها من المحرمات، فكل هذه الأفعال محرمة ولا يجوز فعلها، والله عز وجل يحب من تاب منها. وقد استدل بهذه الآية لأجل سياقها على أحكام. من الأحكام الذي استدل بها عليه أن هذا السياق يدل على أن هذه الأفعال الثلاثة لا ينفسخ بها النكاح، فمن وطئ زوجه حال حيضها أو قبل اغتسالها من حيضها أو أتاها من موضع النجاسة فإن عقد النكاح لا ينفسخ، إذ الله عز وجل لم يذكره، وإنما ذكر لزوم التوبة من ذلك الذنب، ولم يقل إنه ينفسخ النكاح بمجرد ذلك الفعل كما يحدث من غيره من الأمور الأخرى كالردة ونحو، نسأل الله السلامة. واستدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن الوطأ في الحيض لا تجب فيه الكفارة، وهو قول كثير من أهل العلم. قالوا: لأن الله عز وجل إنما ذكر التوبة ولم يذكر الكفارة. ومر معنا في الدرس الماضي أنه قد صح من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على من وطئ المرأة الحائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، فقال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. وعرفنا معنى أو هنا، وأنها للتخير المطلق وليست للتنويع، فلا نقول إنه كقول بعض أهل العلم يكون دينارا في إقبال الحيض ونصف دينار في إدباره، وإنما يكون للتنويع، وإنما يكون للتخير، فمن شاء أن يتصدق بدينار كفارة أو شاء أن يتصدق بنصف دينار فله ذلك. إذن هذا قول بعضهم الذين يرون عدم الوجوب. وأما القائلون بالوجوب فيقولون: ليس كذلك، بل القرآن قد دل من وجه بينته السنة. وذلك أن من الأمر الذي معروف ومستبين أن مع التوبة يستحب الصدقة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فدل ذلك على استحباب الصدقة عند التوبة، وهذا مستحب في جميع الذنوب بلا استثناء عند التوبة منها أن تتصدق، بيد أن بعض الذنوب أوجب الله عز وجل صدقة واجبة وهي الكفارة، فوجب عند القتل الخطأ كفارة، وعند الظهار كفارة، وعند الإيلاء كفارة، وعند كذلك عدد من المعاصي كفارات. فالإجاب هنا من باب البيان، لأن الأصل في الندب والإجاب كلاهما أنه أمر من الله عز وجل، لكن الإجاب هو أمر على وجه الإلزام، والندب هو أمر على غير وجه الإلزام. جاءت السنة مبينة بلزوم ووجوب الكفارة لمن وطئ زوجه وهي حائض في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إذن فلا تعارض حينئذ بين دلالة الآية وبين وجوب الكفارة على من أتى حائضا بناء على هذا الوجه الذي ذكرت لكم.
ومما استدل به بعض أهل العلم بهذه الآية فيما يتعلق فيما سبق وهو سياق آية الحيض أن الله عز وجل ذكر التوبة هنا، ومما يتعلق بالتوبة قضاء الفوائت. مر معنا في الدرس الماضي أن لأهل العلم في قضاء الواجب المؤقت قولا، فمن أهل العلم من يقول إن كل واجب مؤقت إذا انقضى وقته فيجب قضاؤه بعد انقضاء وقته بالأمر الأول، أي فيكفي الأمر الأول بالإيجاب فيجب القضاء بعده، وهذا قول الجمهور. ومن أهل العلم من يقول، وهو الرواية الثانية عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين وجماعة، وهو قول كثير من أصحاب الإمام مالك، أن القضاء للعبادة المؤقتة لا يكون بالأمر الأول، بل لا بد له من أمر جديد. ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها. هذا أمر جديد لمن نام عن الصلاة أو نسي الصلاة بوجوب قضائها، وسكت حينئذ عمن تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها ووقت الذي يجمع معها، هل يجب عليه قضاؤها أم لا؟ وحيث سكت فإنه ينبني على الأصل الذي ذكرته قبل قليل. إذا عرفت ذلك فإن قضاء الحائض كما مر معنا للصلاة وللصوم طبق عليه هذه القاعدة. لما جاءت عمرة أظن لعائشة رضي الله عنها فسألتها: لما نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت. قولها نؤمر أي أن النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نقضي الصوم، فهذا أمر جديد. ولم نؤمر بقضاء الصلاة أي أنه لم يأتي أمر جديد للعبادة المؤقتة التي عذر المرء بتركها بقضائها لأجل الحيض، فحينئذ لا أمر بها. إذا عرفت ذلك فلو أن امرأة تركت الصلاة وقد أمرت بقضاء تلك الصلوات، فإن الله عز وجل يحب التوبة بأن تقضي الصلاة التي وجبت عليها ولكنها انشغلت عنها بالحيض، بأن تكون قد حاضت بعد دخول الظهر مثلا، فيجب عليها أن تقضيها وإن كانت قد فرطت بتأخيرها عن أول وقتها. أو أن تلك المرأة جاءها الصوم الواجب وهو صوم رمضان حال حيضها، فيلزمها القضاء بالأمر الثاني فلم تقضه بعد ذلك، فنقول يبقى في الذمة وتقضيه بعد ذلك من باب التوبة إذا مضى عليه أكثر من سنة، لأن القضاء حينئذ يكون على سبيل عدم الفورية إلى سنة، لحديث عائشة: كانت إحدانا يكون عليها الصوم فلا تقضيه إلا كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أننا ذكرنا قبل قليل دلالة إن الله يحب التوابين باعتبار سياقها، وأما باعتبار عمومها فإن هذه الآية عامة: إن الله يحب التوابين، فيشمل كما قال بعض السلف التوبة من الشرك والكفر، فالله يحب كل المؤمنين لأنهم تابوا من الشرك والكفر، ويشمل كذلك التوبة من الذنوب، فإن الله عز وجل يحب كل من تاب من ذنب، ويشمل ذلك كبائر الذنوب وصغائرها. وأما المكروهات فهل يكون منها توبة أم لا؟ مر معنا أن فيها وجهين لأهل العلم: هل فيها توبة أم لا؟ وقد قرر أهل العلم أن التوبة واجبة من كل ذنب بلا استثناء، فيجب على كل امرئ أن يتوب من الذنب، والمقصود بالذنب الذنب المتحقق أو المظنون، وأما ما عدا فإنه لا يكون هناك توبة له لعدم وجود الذنب فيه. فلو أن امرأة تاب من ترك الصلاة وهو محافظ عليها فلا يتحقق محل للتوبة، فحينئذ نقول لا توبة في ذلك الموضع. وأهل العلم يقولون إن المرأة إذا أراد أن يتوب فإما أن يتوب توبة عامة من جميع الذنوب، وإما أن يتوب توبة خاصة من بعض الذنوب دون بعضها. وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن من تاب التوبة العامة فإن توبته هذه تقتضي مغفرة جميع ذنوبه وكلها، يقتضي مغفرة جميع ذنوبه كلها، إلا أن يعارض هذه التوبة مانع، ومعارض يمنع من صحتها،
وأما التوبة من الذنب الخاص دون بقية الذنوب فذكر الشيخ تقي الدين أن لأهل العلم فيه قولان، والأصح منهما أنه يصح للمرء أن يتوب من ذنب مع إصراره على غيره، وأما توبته من ذنب مع إصراره عليه وعدم ندمه على الذنب فقد مر معنا أن جماعة من أهل العلم جزموا، وهو نص أحمد وقول صاحب المستوعب والشرح وغيرهم، أنه لا تصح توبته. هذا ما يتعلق بعموم وسياق وهو خصوص الآية التي مرت معنا، وهي قول الله عز وجل إن الله يحب التوابين. وأما الجملة الثانية وهي قول الله سبحانه وتعالى ويحب المتطهرين، فإن الله عز وجل أتى بيحب مرتين، يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالله عز وجل عقب الجملة الأولى بجملة تشتمل على لفظها ومعناها، وهذا من باب التأكيد لمنطوق الحكم الأول، وحينئذ يسمي هذا علماء البيان والبلاغة بالاعتراض التذييري، فيكون من باب التذييل يكرر الجملة من باب التأكيد على أن هذه هي محبة حقيقية. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن المراد بالمحبة هنا صفة فعل لله عز وجل، فهذا من باب التأكيد لها، وأنه ليس المقصود بها مجرد الإثابة. نعم، الإثابة أثر لمحبة الله عز وجل، وأما المحبة فهي صفة فعل الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن قول الله عز وجل يحب ويحب المتطهرين جاء بالواو يدل على الجمع بين الفعلين، وقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أن من أجنب جنابة فإن جنابته تارة تكون من حلال وتارة تكون من حرام، فمن أجنب جنابة بسبب حلال كوقاع زوجه أو احتلام ونحو ذلك فإنه في هذه الحالة يجب عليه فقط التطهر، ويدخل حينئذ في محبة الله عز وجل له. وأما من كانت جنابته من فعل محرم، إما لكونه زنا أو لكونه وقاع في وقت محرم أو في موضع محرم، فإن هذا الرجل قد تلبس بأمرين: بالجنابة وهي الحدث وهي نجاسة معنوية، وبنجاسة أخرى وهي نجاسة الذنب، فإنه في هذه الحالة إذا تاب وتطهر بالاغتسال أحبه الله عز وجل، فدخل في الوصفين: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأما إن تطهر فحسب ولم يتب من الذنب بأن كان ما زال مصرا عليه ولم يندم على فعله ولم يقلع عنه، فإنه في هذه الحالة لم يتطهر من نجاسة الذنب، فلا يكون داخلا في مطلق محبة الله عز وجل. وفي تكرار لفظ إن الله يحب في هذه الآية أشار بعض أهل العلم أن فيها دلالة على تفاوت محبة الله عز وجل لعباده وتفاوت محبة الله عز وجل للأفعال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان أكرم الناس وأفضلهم وأحبهم إلى الله عز وجل هم أنبياؤه وأصفياؤه، وأولاهم وأعلاهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من بعدهم هو دونهم ولا شك. والإنسان يتقرب إلى الله عز وجل ويتحبب بالبحث عما يحبه الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب المقسطين أي الذين يقومون بالقسط والعدل وغير ذلك من الأمور. وقول الله عز وجل يحب المتطهرين، المتطهرين جمع متطهر وهو اسم فاعل من الطهارة، وقد أظهر التاء في هذه اللفظة وتسمى تاء التفعل لأجل فائدة لغوية، وهو أنه إذا أظهرت فإنها تدل على مزيد جهد ومجاهدة، فحينئذ لما عبر بالمتطهرين فإن هذا دال على أنهم يحملون أنفسهم على ما يشق على النفس من أمر الطهارة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله يحب إسباغ الوضوء على المكاره، وقد ذكروا أن من إسباغ الوضوء على المكاره حال البرد،
وعند القيام من النوم وفي الليل وفي غير ذلك من المواضع. وهذه الجملة وهي قول، ولا شك أن هذه الأمور كلها فيها مجاهدة ومشقة تكرهها النفس، ولذلك جاء بالتاء هنا في هذه الآية: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذه الجملة كالسابقة لها تفسيران لا تعارض بين التفسيرين، بل الأول منها مندرج تحت الثاني لكن دلالته أقوى من دلالة الثاني، لأن الثاني عام والأول دلالة خصوص. التفسيران المتعلقان بهذه الآية: تفسير موافق لسياقها ومتعلق به، وتفسير متعلق بعمومها لو انفردت عن أول الجملة والآية. أما المتعلق بسياقها فإن الإتيان بهذه الآية ويحب المتطهرين بعد ذكر الحيض وحرمة الوطء فيه استدل به أهل العلم على مسألة، وهو وجوب الاغتسال لجواز الوطء بعد الحيض، إذ مر معنا أن من فقهاء المذاهب الأربعة من يرى عدم اشتراط ذلك وإنما ندبه. والاغتسال هنا أو التطهر هنا هو الاغتسال، لذلك جاء بالتاء لبيان أنه يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى بذل نوع مشقة. وقد خالف في ذلك بعض أهل الظاهر فتأولوا المتطهرين بأنه مجرد غسل فرج، وهذا ليس بصحيح، فلا يسمى هذا الفعل المتطهرين كذلك لأنه فيه نوع مشقة، والله عز وجل لما ذكر الاستنجاء قال: والله يحب المطهرين في قصة أهل قبى، فلم يؤت بالتاء هناك، فدل ذلك على الاتيان بالتاء يدل على أنه فيه اغتسال وتعميم جسد بالماء. استدل الموفق رحمه الله تعالى في المغني بهذه الآية على أن هذا دليل على أصحاب أبي حنيفة ومن وافقهم من بعض أهل الظاهر أنه لا يجوز وطء المرأة الحائض إذا انقطع حيضها حتى تغتسل. والدلالة مر معنا دلالتان، وهذه الثالثة في الآية، وذلك أن الله عز وجل أثنى على من فعل هذا الفعل وهو الاغتسال، وبين أن الله عز وجل يحبه، وقرنه بالتوبة التي تكون واجبة، فحينئذ يكون الاغتسال شرطا لصحة الوطء. وهذا الاستدلال يقوي وجهي الاستدلال السابقين لمذهب جمهور أهل العلم في هذه المسألة. ومما يتعلق بهذه الآية وهي قول الله عز وجل ويحب المتطهرين هو الاستدلال بهذه الآية بعمومها، فقد جاء عن بعض السلف أن الله عز وجل يحب المتطهرين من الشرك، إذ التوبة طهارة من الشرك بالإسلام. وجاء عن بعض أهل العلم كمجاهد وسعيد بن جبير وأبو العالية الرياحي وغيرهم أن الله عز وجل يحب المتطهرين ويحب المتطهرين أي المتطهرين من الذنوب. وجاء عن عطاء وغيره أن المراد بالمتطهرين أي المتطهرين بالماء. والآية تشمل الثلاثة بعمومها، فتشمل المتطهر من الشرك ومن الذنب والمتطهر بالماء، وإن كان عامة أهل العلم على أن المراد الثالث. ولذا يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى إن هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى ويحب المتطهرين يدخل فيها يحب المغتسلين من الجنابة اغتسالا واجبا، أو المغتسلين اغتسال ندب كالاغتسال للجمعة والاغتسال لدخول مكة والاغتسال عند الإحرام وسائر الأغسال المستحبة، وقد مر معنا بعضها. ويحب الله عز وجل المتوضئين كذلك، فإن الوضوء يحبه الله عز وجل سواء كان مندوبا أو واجبا، والواجب أشد حبا له سبحانه وتعالى. ويحب كذلك المتطهرين بمعنى المستنجين، فإن إزالة النجو وهو إبعاد الأذى عن محل الخارج من السبيلين هذا يحبه الله عز وجل، وقد سماه الله عز وجل في الآية الأخرى ويحب المطهرين وفي قراءة والمتطهرين. ونزيد أمرا رابعا كذلك عما ذكر الشيخ، وهو إزالة النجاسة عن البدن والبقعة فإنها واجبة، وبناء على ذلك فإن ما يلزم تطهيره هو البدن ب
بالماء بالاغتسال بالماء أو بالوضوء بالماء أو بالتيمم، وقد سبقت معنا هذه الأحكام كاملة. والأمر الثاني تطهير البدن من النجاسة بالاستنجاء والاستجمار، وسيأتينا في الدرس القادم. والأخير هو تطهير البقعة والثياب، وسيأتينا كذلك في الدرس القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ومما استدل بهذه الآية أن أهل العلم استدلوا بهذه الآية على استحباب أن يكون المرء متطهرا في أحواله كلها، فيستحب المرء أن يكون على طهارة ولو لم يأتي وقت وجوب الطهارة، إذ وقت وجوب الطهارة هو عند إرادة فعل عبادة تشترط لها الطهارة كالصلاة وقراءة القرآن والطواف، هذا الذي يجب عنده الطهارة من الحدثين. وأما قبل ذلك فإنه مستحب، ولذا يستحب للمرء ألا ينام إلا على طهارة، ويستحب للمرء كذلك ألا يأكل طعاما إلا وهو على طهارة من الحدث الأكبر، فإنه من كان عليه حدث أكبر فإنه يستحب له ألا ينام وألا يأكل طعاما إلا بعد اغتساله، فإن لم يغتسل استحب له تخفيف الحدث بالوضوء. وأما الأكل حال بعد وجود الحدث الأصغر فإنه لا كراهة فيه مطلقا، وإنما الكراهة لمن كان عليه حدث أكبر لم يرفعه أو يخففه بوضوء، يخففه بوضوء، لأنه جاء حديث عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم، نهى الجنوب أن ينام أو أن يأكل حتى يتوضأ، وهذا من باب الغاية، فدل على أن النهي مستمر حتى يتوضأ بتخفيف الحدث أو برفعه بالاغتسال بالكلية. وحمل النهي عند عامة أهل العلم وعامة فقهاء المذاهب الأربعة على أن النهي نهي كراهة لا نهي تحريم، ولكن أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون وإن كان المرء مستحب له أن يكون على طهارة في كل أوقاته، إلا أنه لا يستحب له أن يكرر الطهارة من غير سبب. وأسباب الطهارة أمران: الأمر الأول وجود حدث، فكل من أحدث استحب له أن يتوضأ بعده، وإنما يجب عليه الوضوء إذا أراد فعل العبادة التي يشترط لها الطهارة. السبب الثاني الذي يستحب بعده تجديد الوضوء هو فعل عبادة يشترط لها الطهارة، فلو أن امرأ صلى الظهر ثم أراد أن يتوضأ للعصر ولم ينتقض حدثه نقول نعم يستحب له ذلك. وأما أن يتوضأ ثم يتوضأ من غير أن يفصل بين الوضوءين بعبادة تشترط لها الطهارة، فقد جزم جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين على أن هذا غير مستحب، إذ المستحب في تجديد الوضوء أن يكون بعد حدث أو بعد عبادة يشترط لها الطهارة، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كرر الوضوء مرتين، إذ تكرار العبادة من غير موجب ليس مشروعا. فلو أن امرأ أراد أن يكرر وضوءه مرات إما بسبب وسواس أو بسبب اعتقاد أن ذلك مشروع نقول إن فعلك هذا غير مشروع، وقد يصل في بعض الأحيان للكراهة وقد يرقى للحرمة إن اعتقد مشروعيته وندبه ونحو ذلك. إذن هذا أمر مهم يتعلق بدلالة هذه الآية: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أختم هذه الآية بأن سؤال المرء الله سبحانه وتعالى أن ينيله أن يجعله من أصحاب هذه الصفة مستحب، فقد جاء في حديث رواه الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وقبل أن أشرح هذا الحديث ذكر الحافظ بن حجر أن هذا الحديث تفرد به شيخ الترمذي جعفر بن محمد، وأن غيره من الرواة لهذا الحديث لم يزيدوا لفظة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين
لكنه قال إن له شواهد أخر من حديث علي وغيره، وأطال في ذكر هذه الشواهد في تخريجه لكتاب الأذكار للنووي الذي سماه نتائج الأفكار. المقصود من هذا أن هذا الحديث له شواهد مطلق الحديث، وهو سؤال الله عز وجل أن يكون المرء من التوابين ومن المتطهرين مقصود. وهذا يدلنا على مسألة، وهو أن التوبة يتنازعها إرادتان، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. نبه على هذا المعنى ابن القيم. فأما الإرادة الكونية فأن يوفق المرء للتوبة، فهذا بإرادة الله عز وجل الكونية، فقد يوفق بعض الناس للتوبة ولا يوفق لها آخر. وإن من الناس من قد يود التوبة ويرغب بها لكنه يؤجلها ويسوف في فعلها ونحو ذلك، حتى إذا أدركه الموت لا تنفعه توبة حينئذ. إذن الأمر الأول إنشاء التوبة بشرطها المتقدم، هذا يكون بإرادة كونية من الله عز وجل وتوفيق منه سبحانه وتعالى، وأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من التوابين. الأمر الثاني الإرادة الشرعية التي أحبها الله، فإنك إذا وفقك الله للتوبة فإنك حينئذ تفعل ما يحبه الله عز وجل، فتجتمع الإرادتان، إرادة كونية والإرادة الشرعية التي يحبها الله، فحينئذ تجتمع الإرادتان لمن تاب فأحسن التوبة. وسؤال المرء الله عز وجل أن يجعله من التوابين وأن يجعله من المتطهرين يدل أيضا على معنى آخر، وهو أن التعبير بالتوابين يدل على كثرة الرجوع والإنابة، والله عز وجل يحب العبد إذا تاب، إذا أذنب أن يتوب، ثم إذا أذنب لا يحب ذنبه الثاني وإنما يحب إنابته إليه مرة أخرى، فالله يحب توباته. والإنسان لا يكون معصوما من الذنب، بل إن الذي عليه عامة أهل العلم أن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم قد يقع منهم الصغائر من الذنوب، فكثير من أهل العلم على ذلك أنهم تقع منهم الصغائر. فإذا كان أصفياء الله وأنبياؤه لم يسلم بعضهم من صغائر الذنوب، فما ظنك بغيرهم الضعفاء الذين تمكن الشيطان وتمكنت أنفسهم منهم من ذلك. واستشعار المرء أنه في حاجة إلى أن يكون تائبا يجعل المرء دائما يتفكر في أفعاله، هل في أفعاله شيء من الذنوب أم لا؟ فإن من الناس من يظن أنه لا ذنب له، ولكنه إذا تفكر وجد أن عنده من الذنوب ما قد يكون من الكبائر، إما مما يتعلق بأفعال القلوب من الغل والحسد ومن الكبر وعدم التواضع ومن غمط الحق وغير ذلك من الأمور المتعلقة بأفعال القلوب، لكنه لا ينظر إلى ما في قلبه، وقد يكون وقع في كبائر من الذنوب متعلقة بأفعال اللسان كذلك، فما الغيبة ولا النميمة ولا البهت ولا القذف ولا غير ذلك من الأمور إلا من كبائر الذنوب التي يغفل بعض الناس عنها ويظنها من المباحات وفاكهة المجالس. وقد يكون ذلك الذنب الذي يحتاج التوبة إليه وتكراره إما أن يكون فعلا أو تركا، فيكون المرء قد ترك برا بوالديه أو صلة لرحمه أو تركا لشيء من الواجبات أو انتهاكا لمحرم من المحرمات. ولذا فإن استشعار المرء للتوبة ومعرفته لذنب من ذنوبه ليقلع عنه ويندم عنه من الأمور المهمة. لذا شرع أن يدعو المرء بعد كل وضوء يتوضأه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. كذلك في دعاء المرء وسؤاله الله عز وجل أن يجعله من المتطهرين تنبيه إلى أن المرء يعنى دائما بتطهير قلبه وتطهير جوارحه، فإن الإنسان يعنى دائما بالطهارة الحسية والمعنوية معا. فالطهارة الحسية بنوعيها من النجاسات ومن الأحداث، والطهارة المعنوية تكون من الشرك ومن الذنوب ومن الأدناس ما يتعلق بالغل وغير ذلك من الأمور المتعلقة به. هذا ما يتعلق بهذه الآية على سبيل الإجمال. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا، وأن يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا وأزواجنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة،
وأسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يذكرنا من القرآن ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي الله عز وجل عنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغيث بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالأمطار والخيرات ورخص الأسعار. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر وسوء وفتنة، وأن يحفظ مهج المسلمين وأعراضهم وأبدانهم وأموالهم في سائر بلاد المسلمين في مشرقها ومغربها وشمالها وجنوبها، وأن يرد كيد الكائدين والأعداء في نحورهم، وأن يصلح بين قلوب المسلمين وأن يؤلف بينهم، وأن يوفق ويسدد ويصلح ويحفظ ولاة أمورنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.